في أواخر التسعينات دخلت لديار التوانسة مع قناة 21 فرح برجب، روح خفيفة، ضامرة، تلقائية، عفوية كبيرة برشا. مع بداية سنوات 2000 المقدمة التلفزية تلقى روحها مع شبكة ليارتي وروتانا، تخصصت في البرامج الموسيقية والفنية وحوارات النجوم، تجارب سريعة في تونس، وفرح تبعد على الإعلام. اليوم المقدمة التلفزية التونسية الأكثر شهرة عربيا في برامج المنوعات الفنية تجيب حدنا في إنستافان، حوار صريح جدا على العائلة، على الأولاد، على الإعلام. هل فرح باش ترجع لتقديم التلفزي وإلا لا؟ كيفاش تعيش حياتها اليوم بين مسؤوليتها كأم وزوجة؟ كيفاش تبع اللي يتقدم في الإعلام التونسي؟ فرح برجب ضيفتنا اليوم في إنستافان. جيب حدنا فرح برجب مع الإعلامية التونسية باش نحكيوا على ذكرياتها، مشاريعها، حياتها الشخصية من خلال صورها على إنستغرام، باش نقربوا أكثر من إعلامية اختفيت المدة الأخرى من الساحة. فرح برجب، مرحبا. مرحبا هدي زعيم. لاباس؟ تخي بيان. توحشناك. كنت شوفينا. وينك؟ في داري، في أتوليي، في مع بناتي، مع داري. أتوليي شنو؟ شوكولا بيرسوناليزي بور إيفينمون. فوالا، نخدم على روحي. مش تقول قاعدة ولا جو ترافاي. أما أنت ما تخلقتش باش تعمل الشوكولاتة. نعرفش، بوتيت خينا تخلقت مع شوكولاتة وبعد جي ديفيي وبعد رجعت للي لازم نعمل وجو نسي با مي تلفزة نتوحشها سي فغي دونك بوتيت عندك الحق. شي علاقتك بانستغرام؟ علاقة جديدة وعجبتني. علاش؟ على خاطر حسيتها اللي فينالمون انستغرام هو توا هو التلفزة متاع قبل. ها انا على انستغرام. فوالا سي موا. ما عندكش برشا متابعين؟ 50,000؟ ما عنديش برشا. الرقم هذا عادل بالنسبة لك انت؟ عادل بالنسبه ليك الرقم هذا؟ نو ما نعرفش شنو المقياس نتاع الفولورز في الانستغرام وفي غيرهم لي ريزو سوسيو. ما نقول ساعات ندخل على عبد بالحق بو موا نكيره ما نعرفوش ولا نعرف هذيك. كي نشوف قداش عنده ناس نقول فينالمون سي با. فهمت؟ اول تصويره تتذكرها؟ نو. او ما احلاها جندي عملي فلو التصويره ومازلت موعوده باش يبعثوا لي لي بيل فوتو. هذيا في الوادي، في الوادي نسيت العام دايور، في لا سواري اللي لو برايم اللي رجعت فيه بعد ما خرجت. اي دونك رجعت هكا لباس نيكولا جبران اون تري بيل روب، والتصوير هذي عملت لي مشكله. علاش عملت لي مشكله مع هيفا وهبي؟ على خاطر هيفا وقت اللي انا رجعت قالت في الكولوار هكا تغزل وتقالت في ناس طلعوا ورجعوا ستارز، انه معناتها الوادي ياسر عمل لنا شهره. وانا ما فيفي با هكا بوغ موا. خرجت شيخ والعباد نحبوا نلبسوك وكل، لبس نيكولا جبران ريش كاني دجاجه داير حتى الوانها، شعري اليف غالي جيتي بيان ماكي، عمل لي شعري كل. دونك عملت لي شويه مشاكل تصوير. فرح كان 21 بيرتبهم لي الاقرب الى قلبك وقتها. وقتها سامي بازا طبعا، كوثر جابر، ياسر الغربي بالنظام ماشيين، فما ندى بن شعبان زاده. وي سيتي اون ايكيب ياسر صغيره. يظهرلي هذا في اسباس كان، يظهرلي والا في كارتاج وقت عملنا عيد الشباب وعيد الاستقلال موجي مع بعضهم. فوالا سيتي هكا دي سوفونير محلاهم يا حسر. دخلت صغيره برشا للتلفزه. دخلت عمري 17 17 ans. جرأة منك ولا زهر ولا غرام؟ والله كل شيء. زهر خاطر وي بيان سور يافي الاف يحبوا يدخلوا وانا خطفت لي دخلت. جرأة على خاطر في العمر هذاك داخله التلفزه كلي. وي جرأة. وشنو اخر؟ دونك وغرام. غرام غرام كبير، غرام كبير. مليانه صغيره معناتها نموت على الانيماسيون. شد ميكرو، نشد ميكرو لم صغار، نعم دي سبيكتاكل. جادوري فيغ سا بالحق معناتها. وبالايطاليان برونتو كي بارلا، ما خاطر لي موديل وقتها سيتي رافائيل لاكارا والبا بارياتي والجو هذاك. دونك غرام كبير برشا من الجيل الجديد ما يعرفش اللي انت معناتها عملت ثوره كي دخلت للتلفزه. جيت بلغه جديده، بلهجه جديده. الطفله المسيده حتى انا ننسى راهو ساعات، حتى انا ننسى ساعات، حتى انا يضربني شك نقول بتيت خينا كيف نشوف روحي مثلا نعرف حتى شيء وناس تخدم قول بتيت انا عمري ما كنت دوي وبالزهر هكا ضربت شويه والله هادي بالحق. وبعد يرجع لي شاهد العقل. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'était une très belle époque où on a fait quelque chose qui a eu beaucoup de succès. Là, tu as 17 ans. 17 ans, 18 ans. Et tu as combien? J'ai 42 en avril 43. En 76. Mais tu n'as pas vu ça?
بالحق ولا زعما هكا طلع لي في المورال والله ما يدرش علي اي طوم انا نفس العمر ما انت انت والله تقدر صغير برشا عمري ما كنت تخيلك عن تفرلك معليش نفس العمر بالحق هذا سافي بليزير ما يدهرش عليك وانتي نو بلو زرقاء لا ما نحب نزرقاء ما نخاف نعمل لك هوك وكل حتى شيء ما يتحرك في وجهي ما نحمرش كله طبيعي طبيعي وي 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 وسا سوفوا دايا خاطر نجم نكون خير خدمت في اقوى القنوات وقتها ارتي وبعدها روتانا وكانت لك صولات وجولات في المسارح وفي البلاتوات وفي المهرجانات معناتها كنت النجمة المدلة في روتانا لا لا كنت نجمة بصيف عليهم ما نجموش حتى اللي يحب يدفني ما ينجمش باسكو كنت نجمه ونكره كلمه نجمه خاصه فو ريان دير النجوم في السماء اما في الارض كنت ناجحه دونك حتى اللي ما يحبنيش ياسر نطلع ما ينجمش يعمل حتى شيء فما حاجه فينومين اسمها فرح وقتها هل حقيقه من بين اسباب خروجك من قناه روتانا كان فما منافسه وغيره مع جمان ابو عيد وي يقولوا هكا اما اليوم مش نربح كي نقول اي حاربتني تي هي وفيت الحكايه عليها وعليها هي حلت محل ورود في لبنان حلت حانوت ورد وانا حله شوكولا في تونس وشوف الدنيا كيفاش دونك لازم انت وقت باش تغزل قبل 20 سنه وحارب ولو انا الحمد لله عمري دخلتها الحرب عمري ما خذتها وذاك علاش بعت وجي بي سي لي بغا وهذا غلطه مني حقني كل لي امل ما عنديش انا في كل شيء حتى في حياتي اليوميه كي حاجه نقولك عليها مره ما تعطيهاليش انسى الموضوع دونك خسارة أما جمالة اليوم صديقتي وهذا اللي قعد لي العشرة اللي بيناتنا المهرجانات اللي كنا فرد بيت في الوتيل ونسهروا الصباح ونأكلوا حاجات مش متاع صحية في الليل في عقاب الليل ونطلبوا روم سيرفيس حاجات ياسر تسمن وإحنا من غدو عنا روبة لازم تتسكر بون جمالة نافي با مو بروبليم مي باقي فهمت هاو شنو جغتيان هذا كاش نذكر بيكا بيكا باكبوك وانا دونك بيكا اختي صغيره بيكا اختك بيكا اختي صغيره اختي اصغر مني بستة سنين بيكا بنتي بيكا حاجه في حياتي ما نعرفش علاش يمكن خاطر كانت أبعد. محلى قصتها شفت محليها كانت محليها على الاخر وما زادت اما كانت حاجه بيتيانت معناتها بيكا لليوم داير ما نقول الهبال نتاعها توا سي نورمال خاطر كي كانت صغيره خوذة والحاجة اللي انت ضيعها تقول لك وينها وانت تحكي بالانجلي باش هي ما تفهمكش وتفهمك اللي هي ولات تفهم انجلي بيكا ما تقولش برشا انا اخت فرح متفاهمين؟ لا ما تفهمنا على حد شيء وانا الكارير نتاع بيكا كلها جات هكا كي تفركشت فيها معناتها نلقاها بيكا في تلزة ما عمرنا ما حكينا على الموضوع راضية عليها؟ راضية اما نحبها تكون خير بور موا بيكا توا كرونيكوز والا في اما انيماتريس لا نحبها بيكا تولي انيماتريس كان هي تحب الدومين هذا هذه شكون هذه سندا بنتي صغيره هذه تولدت في بيروت في 2003 هذيك اللبنانيه بالبيت عندنا هذيك سي لا بوتيت ليبانيز اللي همها ياسر وجهها والبوم تاعها ودغمته والشعر ياسر تحب الفلوس تحب النجاح تحب خدمه تربح برشا فلوس تحب سي اون ليبانيز توحمت عليهم وانا غادي بالحق قداش عمرها تو 15 وقداش عندك صغار بزوز بنات كنزة وسندة وثالث يوم كنت في الطريق ترى لا نحلم باش يكون عندي ولاد وعندي حضرت له اسمه كل ما يظل سبب ديفيسيل حم نسميه نيمار ما احلاه الاسم هو يباغي لقب وانا ما با جوغ مغرومه بيه راهو اما الشاه يا ولاد نسميه نيمار خاطر احنا ثلاثه بنات وما عنديش خويا دونك وما عنديش ولدي وشي عندي ولدي تو سامبلومون فما حاجه لا نتا ما نعرفش اما لا جو بونس با لا تخافوا لا تخافوا كالمي فو لا تخافوا هذا نهار صديقي الثاني معناتها زواجي الثاني اللي هو عم ناول عام 2017 هذا شكون؟ هذا الوالد ربي يفضله لك وي ولي وراه الوالدة وهذيك أنا العروسة ندمت على الزواج الأول؟ بيان سور كو نو ما ندمش علاش ندم قصة حب كانت كبيرة برشا وي 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 شو اللي نجم يفزت قصة حب بالحجم هذا اللي هي كانت من أجمل قصص الحب اللي كواليس الإذاعة والتلفزة التونسية تعرفها سي فغي أنا أقول ما فما حد شيء فزت قصة الحب وقصة الحب مكملة أما حب من نوع آخر وفات الحب اللي هو مراه وراجلها صاحب وصاحبته وفيانسي وفيانسي نتاعو ولات عشره ولات رحله عمر هادي سامي وانا عرفنا بعضنا احنا عمرنا انا معناتها 17 وهو اكبر مني من 5 سنين
وكملنا المشوار من 10 سنين، معناتها ياسر عشنا مع بعضنا، تربينا مع بعضنا، كبرنا مع بعضنا، تغربنا مع بعضنا، جبنا البنات مع بعضنا. حاجة ياسر قوية، ما تنجمش تعمل هكا وفات وندمت ولا أما هكا وبعد تعمل هكا وتولي تنجم عاش تتلقاو. أما الحب يقعد موجود على خاطره. شنو اللي يخليها تعمل هكا؟ شنو اللي يخليها تتباع؟ الدنيا هذه دنيا اختياراتك. أقوى منكم؟ أقوى من سكول بيان سور. اختياراتك في الدنيا، توجهاتك، ميولاتك، كل شيء. اللي يخذ القرار، القلب ولا العقل؟ العقل على خاطر القلب قالوا أمان، أمان القلب حل، فهمت؟ أي سي سا. أما نكذب كان نقول ندمت، خاطر عندي غيان كبناتي كي نشوفهم نقول الحمد لله أني تزوجت بالراجل هذاك. كي نشوف بناتي يكفي هذا، خاطر ثمرت هالزواج توج بهالبنات، وانا احسن حاجه عندي في حياتي بناتي. دونك نجاوب نقول ندمت. في الزواج الاول الحزن والدمعه كانت اكثر من الفرحه ولا العكس؟ اي بيان سور بيان سور. علاش؟ على خاطر فما قلق نفسي، فما حاجات موي معناتها ما كانتش، والا كنت كملت يومكم. معناتها أنا حتى وقفت على خدمتي، وقفت عملت ديبريسيون، عملت ما تعبت تعبت في مشواري هذاك، أما الحمد لله كملت وكبرت بناتي ووصلت والحمد لله وفات الحكاية ولا حتى مشكلة وما فما حتى تصادم. عاش يقول لك الحب يكمل، الحب يكمل خاطر أنت جارك تقعد تحبه، جارك هذا عشيرك. دونك نورجي قفال زوجي الحالي وإن شاء الله زوجي المستقبلي والأخير في عمري. دونك لقاء كان لازم يصير في حياتي. احكي لي كواليس اللقاء لو تسمح. لا نسمح. عندي صديقتي اللي احنا شفناها في التصوير الاولى كوثر جابر. كوثر جابر من قناه 21 صحاب ياسر، وبعد انا مشيت لبرا وقعدنا ان كونتاكت. 20 سنه بعد كوثر تجي في حياتي، ترجع تظهر هي وزوجها حمادي، خالو نور الدين قفالي اللي هو زوجي. دونك حمادي شاف فما طفلة ياسر يحبها، ومرأة ياسر يحبها اسمها فرح، وفما راجل ياسر يحبه اسمه نور الدين، وهذا محليه وهذه محليها، وهذا عايش وهذه عايشة، وهذا يحب الضحك وهذه ضامرة، وهذا أيا قال نحب تتلقاو ببعضكم. بيان سور أنا درت شنو محليني لقاء هكا باش نتعرف على راجل قصد الزواج، تخي دي مودي معناتها، وهو كيف كيف معناتها، هو زاد صفا يعرف النساء بما فيه الكفاية معناتها، كفى ووفى في حياته، ما وحشتوش باش يعرفوه على طفلة قصد الزواج. وتعشينا مع بعضنا اي لو كورون اي باسي. ونتذكر لو لوندمان دو اول لقاء لينا، تقولي شو تذكر من العشاء هذاك؟ تعشينا وحكينا ويا في كوثر وحمادي وسيتي بيان. اللي قعد في مخي ما نسيتوش نور الدين، كي يضحك يضحك ويعمل هكا وكي صوت الضحكه. جافي بوزوان دو عبد هكا فرحه في حياتي، وهو الفرحه في حياتي. ان شاء الله نكمل. وقتاش حسيت بالحب؟ لا الحب حسيت بعد اشهر. شنو معناتها؟ اتصالات يوميه، انا في ابو ظبي ما كنتش في تونس وهو في تونس، مكالمات انترناسيونال تدوم ساعات، عبد موجود في حياتك، عبد ملالك حياتك، عينيك تلمع تغزر روحك المرايه تزيان. ندخل السينما نتفرج في فيلم، نبدا نتبع في الحكايه، وبعد نتذكر اللي حكايتي احلى من الفيلم، نقول يس، ونخرج وانا الشيخه اللي باش نكلمه ولا باش يكلمني. وي مراهقه. وي واليوم والغدوة أنا توا في يا جو سوي تخي زاموغوز، هادي معناتها جو سوي فول مو أموغوز. صح لابسة الأحمر. لا لا بالحق انسى شنو الأحمر الأخضر، جو سوي أموغوز، نحبو الراجل هذا، والراجل هذا الحمد لله تلاقيت ليه. وظاهر. الحمد لله تلاقينا هادي، خاطر فما عباد تعرف لامسوغ يقولوا يظهر لي سي مون أمسوغ، وما كنتش نعرف اللي موجودة الحكاية. برشا ناس نجموا يغزروا التصوير يحكموا عليها بكليشيات، يقول لك فارق السن. أوه فما كان هذا، ما تشوفنا كان هذا من نهار الأول. وي. معناتها مثال صارخ لفارق السن، معناتها كيفاش باش تعايشوا مع بعضكم؟ ما فهمش فرد. انا نقول لك حاجه، انا فارق السن يحكيوا عليهم انا ما زلت ما ريتوش. انا عمري ما فقت به فارق السن، وكي نعيش مع الراجل هذا العكس هو صحيح. الراجل هذا متعبني، الراجل هذا ما يرقدش قبل ما 3 نتاع الصباح، الراجل هذا من ماتش فوت الماتش فوت تبدا اما نقعد معايا شويه خاطر فوت هنا فوت هنا. الراجل هذا كنت نذكر هذه كي كنت صغيره، مريم اختي الكبيره نقول لها مريم شي هي نعرف راجل في حياتي معناتها رجل الاحلام، نقول لها نحب راجل في عركه يقول لك انا كلي مضاربي، عرفت؟ في ماتش كوره يهبط يكور، في قاعده كلاس مع ناس هكا يبدا مالي بقعته، في حاجه هكا في ان مومون دو توندريس ودو واحد نلقاه هو. نور الدين سي سا، نور الدين يكور يرسم يغني، ام دافير ناجح،
عنده فلوس وي عنده فلوس وانا نعرف اللي اليوم نجموش نعيشوا بكلي خبز وبطاطا ولا البساطة البساطة معناتها وي اي ناس ما شافوا كان لو كوتي زعما اون دافير فلوس فارق سنة باعت روحها عرفت براجل كبير انا قلت لك راجل كبير ما زلت ناريتش الكبر نزلت نلوج وين كبير خاطر شعره ابيض شعره ابيض مالي هو صغير من زواجه الاول عندي تصاور في الدار وقت اللي هو عروس شعره ابيض نحكي لك حكايه عند 30 سنه دونك معناتها الناس كانهم يضحكوني معناتها باش تقلقوا عليا اكثر من روحي زعما انا شيخه شيخه برشا وربي داوم عليها هالنعمه معناتها جو سي اموغوز الحمد لله هذا ما قال هبطوا هبطوا ما قال شكون هبطوا هبطتوا الجريدة وانتي بارتاجيتو اه هبطتوا اي في اي وي ما قال هبطوا فرح برجب تعلن عن عودتها الى الساحة الاعلامية انا اللي عملته اعلنت في فيديو في ستوري على انستغرام على رغبتي في العودة خاطر وقتها نحكي على بيكا قلت بيكا درجين تلفزة وين 20 سنة تلفزة الناس كل اخت بيكا اخت بيكا ما تنساوني ولاو بيكا هي اللي دونك سيتي سا ابخي لو سوار ميم جاني تليفون مهم نعتبره على مشروع عمل ولو لندمان المجال الجرائد الالكترونيه هبطوا دونك وحده وحده ما تزربش تليفون مهم من عند شكون من عند مش بعث القناه اما صاحب الافكار صاحب الافكار صاحب الافكار سامي وي بخصوص بخصوص اللي فرح انت تحب ترجع تاب زي ما نقول فهمت تقول نحكي سيتو عندك حاجه في مخك عندي وحكيت فيها مع سامي اما سامي ينسى باسكو سامي لهي بألف حاجه وسامي اقترح عليا برشا حاجات من عم ناول وتعم ناول وما شوف ما شافوش النور على خاطر سبب او لاخر انا ولا هو فهمت وخاطر فما زاده يمكن قلق هكا في القناه ما نجمش كون توا في الوقت الحالي في القناه هذه اوسي فهمت فرح برجب عندي ليك مجموعه اسئله تحاول تجاوب عليهم في اقل من 90 ثانيه حاضره يس سير فرح شو برجك حمل من اين ولايه انت نابل اخر عبد بعث له مساج هدي زعيم وقتاش تقوم في العاده 9 احسن برفان تاع غلاسي عجبك مارون غلاسي اكثر لبسه موجوده في الجاردروب نتاعك روبك احلى لغه تحب تتعلمها اسبانيول هوايه نستغرب انك عملتها نجاره كان جيت كتاب شنو يكون عنوانك toutes les choses qu'on ne sait pas dites كان جيت فيلم لو سيركل دي بويت ديسباري كان جيت غنايه يا مرايتي يا نيسا كان تقدم برنامج شنو العنوان اللي تختاره له 100% فرح احسن سوبر هيرو عندك زورو منشط تونسي تتمنى تخدم انت وياه فرد حصه معز بن غربيه كان ما جيتش اعلاميه شنو تكون خدمتك فنانه تشكيليه روائيه اديبه حاجه هكا في الدار. اكثر رابور يعجبك بلتي كلمة تونسية تنرفزك مريقل أكثر حاجة تنحي لك ستريس الاسترخاء أغلى حاجة تهديت لك حسان وين؟ في دبي ما قبلتوش هذه حاجة ندبت عليها لقيت جواب السؤال اللي قبل شي القوة الخارقة اللي تحبها تكون عندك لا فام انفيزيبل حاجة تحب تعملها وما تنجمش توا خاطرك معروفة نشطح في مهرجان كرتاج نهب دقيق أكثر شهر تحبه في العام ماي أكثر نهار تحبه في الجمعة الثلاثاء حكمة تمن بها فرح برجب انفع روحك من دور شغيرك فرح يعطيك الصحة ميرسي هدي زعيم